بصوا معانا على زوم دلوقتي بمناسبه ما اتكلمنا عن تجديد موسيماني للنادي الاهلي اللي خلاص خلال ساعات هيحسم تقريبا، معانا عبر زوم واحد من الاسماء المحترمه اللي اشتغلت مع موسيماني في النادي الاهلي، المدرب كيفن جونسون، المدرب العام السابق للنادي الاهلي في جهاز بيتسو موسيماني. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. مساء الخير. مساء الخير محمد، وأشكرك على استضافتي في هذا العرض، وبلغ تحياتي لكابتن كريم، ومساء الخير لكل السادة المستمعين. أهلا بيك، أنا سمعك كويس وبنتشرف جدا بتواجدك. أنت سبت شعبية خلال تواجدك في مصر ومع النادي الأهلي، الناس كانت بتحبك، الناس كانت تقدر شغلك بشكل كويس جدا، عشان كده الناس تحب تطمن عليك دلوقتي وتعرف أخبارك. أشكرك جزيلا، يسعدني أن أعمل مع النادي الأهلي. دائما أعرف أن هناك 70 مليون مشجع خلف هذا الفريق، وهم يدفعون الفريق دائما للأمام، وكنت سعيد لأن أعمل مع هذا النادي. شجعت الأهلي في كأس العالم للأندية، شجعت الأهلي بالمستوى اللي قدمه في كأس العالم للأندية، رأيك في المستوى اللي الأهلي قدمه في هذه البطولة العالمية وحصوله على الميدالية البرونزية في النهاية؟ أعتقد أن الأهلي قام بعمل جيد، وكان مقارب أن يصل، كان يستحق أن يصل للنهائي، كان لديها الفرصة، ولكن لم أعتقد أن أداء الأهلي جيد هذا العام، وكان هذا يبدو قبل بداية كأس العالم للأندية. وكان هناك حوالي 6 أو 7 لاعبين غائبون عن النادي الأهلي، وكان هناك، علمت أن هؤلاء اللاعبين سيؤثرون على أداء النادي الأهلي أثناء لعب كأس العالم للأندية، وكانت هذه مشكلة الفيفا أن يكون كأس العالم للأندية في هذا الوقت. طيب أنا عارف إن السؤال ده أنت اتسألته كتير، اتسألته أكتر من مرة، بس أنا بتعامل إن السادة المشاهدين دلوقتي ربما يكونوا بيشوفوك هنا لأول مرة بعد الرحيل من النادي الأهلي، فلازم أسألك ليه رحلت عن النادي الأهلي؟ وزي ما قلت لك أنت من المدربين المساعدين اللي اكتسبوا شعبية خلال فترة قليلة جدا في النادي الأهلي. كما قلت قبل ذلك، كان الأمر مجرد طلاق، وحين تتزوج ويحدث طلاق لا يمكن أن تسأل لماذا حدث الطلاق، لا، أنه غدا ستتزوج مرة أخرى، إذن هذا هو السبب. أتمنى أن تكون قد فهمتني. يعني تقريبا فهمتك، بس هحاول أخذ توضيح أكتر شوية. اتقال هنا في الصحافة المصرية إن كان عندك أزمة أو مشكلة مع وكيلة أعمال بيتسو موسيماني، هل الكلام ده هو السبب فعلا ولا مش هو السبب؟ لا 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 لا، كما قلت وكما قلت للآخرين، الأمر كما قلت لك تماما، كان هو اتفاق على طلاق متبادل بين أصحاب العمل الذين كنت أعمل معهم، وقد هذا يستمر لأسابيع أو عامين أو 10 سنوات، ولا يمكن أن تحدد هذا السبب. الأهلي وبيتسو موسيماني في مرحلة قريبة جدا من تجديد التعاقد، تنصح بإيه بيتسو موسيماني وتنصح بإيه للنادي الأهلي قبل حسم هذا التفاوض أو قبل حسم التجديد بشكل رسمي؟ محمد، that is a personal comment. I think that must come from أعتقد أنه لابد أن يأتي
هذا التعليق يجب أن يأتي من السيد بيتسو موسيماني نفسه وليس أحد غيره. يعني أنت شايف أن بيتسو موسيماني من الأفضل للبقاء في النادي الأهلي؟ Well, like I say, Mohamed, it's for Pizzo Mosimani to comment. كما قلت لك بيتسو موسيماني هو من يعلق على ذلك. ليس لأي أحد في العالم الحق أن يعلق على العمل الذي يقوم به بيتسو موسيماني مع الأهلي. أعتقد أن بيتسو موسيماني هو من لديه الحق لأن يعلق على ذلك. عايز أسألك على حاجة أثارت الكثير من الجدل في أو بين جماهير النادي الأهلي، وهو رحيل محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي. هل رحيل عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي كان بقرار من الجهاز الفني؟ وانت حضرت كهربا في الملعب وانت عارف كهربا كان بيتعامل ازاي، هل كهربا كان ملتزم فعلا؟ هل انتوا كجهاز فني ما كنتوش عايزين كهربا؟ هل رحيل كهربا كان قرار إدارة ولا قرار كنتوا كجهاز فني وقت ما كنت انت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي؟ انظر في حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أعلق على سبب رحيل كهربا لأني لم أكن هناك حين غادر، ولكن حين كنت هناك كنت أعتقد أن كهربا ملتزم جدا للفريق، ولكن أنا غادرت الآن وليس لدي تعليق لأنني لست جزءا من الفريق الفني الآن ولا أعرف أي شيء عما حدث لحظة رحيله، ولذلك لا أستطيع أن أعلق على سبب رحيل كهربا. هل من الوارد ان احنا نشوفك مره اخرى في الجهاز الفني للنادي الاهلي في وقت قريب؟ هل ممكن نشوفك مره اخرى في الجهاز الفني لبيتسو موسيماني تحديدا، ولا انت مش هتشتغل مع بيتسو موسيماني الفتره اللي جايه؟ بشكل مبدئي قمنا بالانفصال كما يحدث في الطلاق، وكما قلت لا يمكن أن أعلق على الفريق الذي كنت أعمل معه، ولا تستطيع أن تحدد ماذا سيحدث لك في المستقبل. طيب على ضوء الأصدقاء، مين أقرب اللاعبين ليك في النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ مين اللاعبين من النادي الأهلي لسه بيتواصلوا معاك؟ لا أتواصل مع اللاعبين، ولكن علي أن أقول أن اتصالاتي دائما مع ميشيل إلى حد ما، وموسيماني أيضا لأن موسيماني هو من علمني من هي الكرة، من هي الكرة المصرية، وكيف يمكن التعامل مع فئة التدريب في الكرة المصرية، وهو صديق عزيز. هو أكثر الناس الذين لا زلت أتواصل معهم من المصريين. هو من قال لي كيف يمكن أن تكون أجنبيا وأن يتم قبولك داخل الفريق الذي تقوم بتدريبه. وقت أن كنت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي، مين من اللاعبين اللي كانوا موجودين في الدوري المصري كنت معجب بيهم وشايف أدائهم كبير بعيد عن النادي الأهلي؟ كان هناك الكثير من اللاعبين، وكان هناك على سبيل المثال شيكابالا وزيزو وبنشاكي، وكانوا لاعبين جيدين جدا. حين تنظر إلى فريق بيراميدز هناك لاعبين لا أتذكر أسمائهم بشكل كبير، هناك أيضا إبراهيم شكري. أيضا اللاعب الذي يلعب في الظهير الأيمن، وهناك الكثير من اللاعبين الشبان
كان هناك لاعب أو اثنان من الشبان يلعبون في الخلفية أعتقد في فريق المصري ثم عاد إلى الأهلي محمد عبد المنعم. وكان هذا كانوا هؤلاء لاعبين جيدين جدا وأعتقد أن هناك في الفريق القومي المصري العديد من التقنيات الجيدة وهم دائما ينافسون بشكل جيد ولكن فيما يتعلق بالدوري أعتقد أن هؤلاء لاعبون جيدين في الدوري المصري أتذكرهم جيدا بصفة خاصة أتذكر لاعبي الأهلي والزمالك شيكابالا وزيزو وبن شرقي كل هؤلاء اللاعبون محترفون جدا ويحققون أفضل أداء. أي من هؤلاء الأسماء كنت تتمنى ولو لاسم واحد كنت تتمنى أنك تشوفه في النادي الأهلي وقت تواجدك في الفريق؟ النادي الأهلي كان هناك توازن كبيرا في النادي الأهلي ولكن إذا ما أردت أن أضيف لاعبا وإذا نظرت إلى اللاعبون الآخرين أعتقد أن هذا اللاعب سيكون زيزو. وقت تواجدك في النادي الأهلي مين كان أكتر لاعب كنت ترى فيه صفات القائد في الفريق مع الجهاز الفني؟ يعني كنت دايما تستشيروه في بعض الأمور كجهاز فني اسم كبير في النادي الأهلي تتعامل معاه كقائد كبير؟ كان هناك قائدا إذا نظرت من الخلف هناك الشناوي وإذا أيمن أشرف وهناك أيمن أشرف أيضا و في المقدمة هناك حمدي فتحي وعمر السلية وأيضا هناك أفشة وشريف أيضا كل هؤلاء اللاعبين لاعبين ملهمون ولاعبون أقوياء جدا لذا لدينا قادة فنيون كثيرين في النادي الأهلي لا يمكن الاعتماد على لاعب أو عدد قليل من اللاعبين يجب الاعتماد على عدد كبير وهذه هي جودة الفريق في النادي الأهلي فريق قوي جدا لديها الكثير من اللاعبين القادة. التشكيلة الحالية للنادي الأهلي والجهاز الفني الموجود حاليا هل قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي؟ ما أراه يعود نحن الآن في مرحلة المجموعات وتحصيل أكبر النقاط هناك لاعبا غادر وأنا الآن أعتقد أن الفريق قد أصبح أكثر قوة ولكن الفرق الأخرى التي يلعبون معها في أفريقيا أيضا أصبحت أكثر قوة وفي دوري أبطال أفريقيا يجب على النادي الأهلي أن يكون مستعدا تماما سوف يكون الأمر صعبا لكل الفرق المنخرطة في مرحلة المجموعات. سؤالي الأخير ليك وليد سليمان أعلن أمس اعتزاله كرة القدم كلمة توجهها لوليد سليمان بعد اعتزاله؟ ابني العزيز هلا هذا أمره محزن جدا 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 بالنسبة للكرة المصرية وهذا يوم حزين للنادي الأهلي ولكني أعتقد أنه هذا أمر حزين للكرة المصرية هو لاعب جيد جدا
وحقق الكثير من التميز للنادي الأهلي، وأتمنى له أفضل الأمنيات في المستقبل وفيما سينتهجه، وأتمنى للنادي الأهلي أن يستطيع أن يوجد له مهمة داخل النادي الأهلي تتناسب مع عقليته، حيث أنه يستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل جيد. كيفن جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كان اسم محبوب وكان الناس بتحبه، كان جميع النادي الأهلي بتحبه، فجأة ما لقوش في الجهاز الفني للنادي الأهلي مع بيتسو موسيماني، وهو ذكي جدا، وتحس كده سبحان الله اللي بيخش النادي الأهلي يشرب يعني من طباع النادي الأهلي، يشرب من طباع الراجل، تصريحاته ذكية واضحة، حتى هو خارج النادي الأهلي ما بيتكلمش عن أي أمور فنية، رايح له يمين رايح له شمال رايح له فوق تحت، مفيش، هو الراجل عارف هو بيقول كويس إيه، كعادة الناس اللي بتطلع تتكلم في النادي الأهلي.